هادو ما عندهم علاقة حتى بالخدمة. كيفاش هادو ما عندهم؟ معليش شوفهم مديهم وشوفهم بيريفيو. اي منتوج يرتفع السعر تاعو في السوق اكيد اننا ندخلوا بقوة. يعني هذه المداهمات تدخل في إطار محاربة أو مكافحة ارتفاع الأسعار خاصة بالبقول الجافة بما فيها الفاصوليا، العدس، الحمص إلى غير ذلك، الأرز إلى غير ذلك. هذه المواد كلها ارتفعت الأسعار، لاحظ باللي فيها ارتفاع وباللي المواطن كذلك راهو يشتكي من هذا الغلاء. بطبيعة الحال احنا مادام هذه المواد هي متوفرة في السوق يجب علينا نحن كمصالح الرقابة أو مديرية التجارة ولاية الجزائر أو كوزارة التجارة لازم عليها تتدخل باش تعرف المسار تاع هذا المنتوج إلى أين يذهب. نفس الشيء بالنسبة لبعض المواد اللي الحمد لله لبعض المواد اللي عودت استقرت الامور ورجعت الى مجاريها او الى كما قلنا رجعت الى الاسعار انخفضت فيها الاسعار. احنا بطبيعه الحال هذه المداهمه ستبقى دائما مستمره على مستوى كل الباعه بالجمله والتجزئه بدون استثناء، الجمله والتجزئه و يكون فيه تحقيق معمق ورقابه مدققه ومعمقه لكل متعامل اقتصادي في هذا يقوم ب رفع هذه الأسعار بالنسبة لهذه المواد. احنا الدور تاعنا الأساسي هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لا يمكن لأي حال من الأحوال أو لا يمكن أن نتغاضى أو نسكت، كما يقول سنضرب بعصا من حديد كل من تسول له نفسه أن يقوم بعملية احتكار ويمس بحقوق المستهلك يمسه في الجيب تاعه أو في الصحة تاعه. احنا هنا ما نشرح نسمعوا، نظن تحت درجة كما هذه تاع ممكن تفوق رايت تقارب 40 درجة، رانا متواجدين ونبقوا دائما في استمرار، ما تنساش الرقابة عادية دائما وراهي موجودة ومصالح الرقابة ومديرية تجارة الجزائر جندت كل الأعوان تاعها لهذه العملية خاصة إلى ولا تتوقف هذه العملية إلى غاية حتى نعود نرجعوا الأسعار كما كانت عليها سابقا. بكل صراحة التاجر دائما يحاول أنه يصيب المبرر تاعو، هو من حقه يصرح واش ماذا يريد، لكن احنا في التحقيق تاعنا لما تطلب له فاتوره شراء ما توجدهاش، غير موجوده، لما تقول له وراه التخزين تاعك مخبيه يعني يبقى دائما ما يعطيكش حتى الكميات الحقيقيه المتواجده عنده، وبطبيعه الحال يخلق ندره في السوق. احنا كمصالح الرقابه على بالنا بالكميات اللي راه موجوده، على بالنا باللي الديوان الوطني للحبوب، على بالنا كل هذه الامور بالتفصيل وبالتدقيق متواجد المنتوج وكل شيء، لكن هناك تجار نزهاء وهناك من هو غير نزيه، الغير نزيه راح يعطيك تصريحات ممكن تصريحات سامحوا لي بهذه العباره غالطه.